السلام عليكم أصدقائي، تلاقينا عاوتاني. قبل ما نبداو القصة ديالنا دير جيم، حيت مهمة لينا بزاف باش تكبر القناة ديالنا. تعليقات علاش ما قديتي، الناس اللي ما دايرهاش ابوني ديرها، وأهم حاجة بارطاجي هذا الفيديو هذا ولا القناة مع صحابك ولا عائلتك، مع الناس اللي قراب ليك، باش السفينة ديالنا تكبر وتزيد تكبر. الحمد لله الهدف ديالنا دابا قدام عينينا، بقى لينا غير نمدو يدينا باش ناخدوه. يلا دير الكيت، سير شي بلاصه مزيانه، تكلم مع روحك، ويلا بينا. كلمة مستحيل محيتها من دماغي من زمان، ما بقيتش كنعرف شي حاجة باسم مستحيل، ولا كل شي عندي ممكن. حتى انت اللي كتسمع فيها، حيد كلمة مستحيل من دماغك، عيش عادي وما تديهاش في هضرة الناس. ولا طبقتي هاد الخاصية اللي ذكرت في الاخر، انا متأكد انك غد تعيش حياة زوينة بزاف في المستقبل. دخلها في شي شكل ماشي مشكل، غير قبلوا عليها. جيت نحكي لكم ماذا داز عليا. قصتي قصتي زوينه، في احداث واعرين، ركزوا مع احداثها الايجابيه، اما السلبيه لوحوها في الكورباي، ديروا بحال ما سمعتوهاش ولا خذوا منها العبره. انا محمد من مدينه اكادير، دابا عايش في امريكا، خدام كعضو مهم في السي اي اي. ولكن خلوني نرجع بكم اللور، مني حليت عينيا حتى لدابا، وتعرفوا طبيعة العمل ديالي وشنو كندير انا مع السي اي اي. الوالد ديالي سميتو عمر، خدام في واحد الشركة كموظف. تعرف على الوالدة في واحد النهار في العروبية، منين مشى عند شي صاحبو تما في اسفي، وقرروا انهم يتزوجوا، وداكشي اللي طرا، تزوجوا وولدوني وسموني على الاسم ديال جدي الله يرحمه، بات الوالد اللي سميتو محمد. الوالدة ديالي جات للمدينة وكانت هي اصلا قارية، وخبنت العروبية خدمات وبدينا عايشين بخير. انا بديت غادي وكان كبير، كان الوالد كيخدم بواحد البيسي، انا ديك الساعة وصلت 10 سنين، على حساب علمي انه داك البيسي فيه حوايج مهمين ديال الخدمة. ديك الساعة كنت صغير، ما كنتش عارف القيمة ديال الكلام ديالو. واحد النهار جا من الخدمة لقى البيسي ديالو كله مفرتك، وطبعا انا اللي ما لقيت ما ندير، ومشيت هزيت طورني فيه السعر ودخلت للبيت، سديت عليا وحليت البيسي كامل بياسة بياسة، كل حاجة جبتها من بلاصتها، ستفتهم فوق من البيرو الصغير، البيرو ديالي، وديت راسي كنبيع فيهم. الوالد داك النهار عطاني قتلة ديال العصا، بزز باش فكاتني منه الوالدة. خرج مقلق من الدار، وبقيت أنا جالس في بيتي، غوتت عليا الوالدة شوية ومشات، بقى قدامي داك البيسي مفرتك، نط سديت عليا عاوتاني البيت، وبديت كنرجع كل حاجة لبلاصتها. انا براسي وما عرفتش كيفاش حتى جمعت داك البيسي، جمعته كامل وشعلته، وشعل والله تشعل. من بعد طفيته وسديته ومشيت حطيته للوالد في البيت ديالو. مشيت لعند الوالده اللي كانت في الصالون، قلت لها راه فيا الجوع، ناض عطاتني ما ناكل، ومشيت تكيت ناست. ضربتني الفيقه حيت كان خاصني ندخل للطواليط، نضت ودست محدا البيت ديال الوالد والوالده، وسمعتهم كيدويو عليا. وقفت كنتسنط، يا ربي تسمح لي. الوالد قال للوالده التيرا ما يمكنش يكون هو اللي جمعه، راه انا براسي اللي شبت بهادشي وما نعرفش نجمعه هكا. قالت لي الوالده راه هو اللي جمعه، حيت ديك الساعه ما خرجش من الدار، ما يمكنش يدير شي واحد، راه بقى في الدار. قال لها صافي صافي، الناس دابا يصبح ويفتح. فت البيت انا ومشيت للطواليط حيت تزيرت، قضيت الغراض ورجعت لبيتي. تكيت وبديت كنفكر واش هادشي اللي درت انا ماشي نورمال، ولا ياك ما نسيت شي بياسة. تكيت وداني النعاس في بلاصتي، فقت في الصباح، غسلت وجهي وجلست كنفطر معاهم، والوالدة كيدير فيا شي شوفات في شي شكل ماشي كيف ما العادة. شوية وينطق وقال لي واش البيسي ديتي شي واحد قادو؟ قلت لي لا. قال لي واش جا شي صاحبك عندك قادو؟ قلت لي لا. قال لي وشكون قاد هاد البيسي هذا؟ قلت لي انا. تعجب ويفكر وقال لي انت، واخا سيدي ما كاين باس،
ناض لبس الفيستا ديالو ومشى لخدمته. اما الوالده داتني للمدرسه ومشات حتى هي للخدمه ديالها. دوزت نهار في المدرسه عادي، وغنختصر عليكم شويه بشويه ونمشي بكم. فاش ولات عندي 17 سنه كنت ديك الساعه كنقرا في الباك. الوالد في هاد الاواخر هادو بديت كنشوفو ماشي هو هذاك مع الخدمه ديالو، ديما مستريس ديما معصب وكيتعصب ويغوت على ابسط الحوايج. واحد النهار كنت في الدار جالس مع الوالده، واختي الصغيره ديك الساعه عندها شي 7 سنين، تولدات اختي هو ولات عندها 7 سنين. جالسين حتى كنسمعوا الدقان بالجهد في الباب. قلت للوالده انا غنحل، داك الدقان كان كيخلع. مشيت حليت الباب وانا لقى شي ناس. قال لي واحد فيهم واش كاينه امك؟ قلت لي شكون نتوما؟ قال لي واحد فيهم معاك البوليس. هنايا توقف الوالده من مورايا. كانوا ثلاثه ديال الناس وسيفين لابسين اللبسه ديال الناس العاديين. قالوا للوالده تفضلي معنا. قلت ليه فين غادي بها؟ اش واقع؟ قال لي حتى الكوميسارية وتعرفوا شنو واقع. داو الوالده وانا هزيت اختي ديتها لعند جده بالخف حيت كانت ساكنه غير قريبه علينا، وخرجت نيشان الكوميسارية اللي نعت لي البوليسي. ما دخلت سولت عليها وصيفطوني للاداره نيشان. دخلت لعند واحد الكوميسير البيرو ديالو، قال لي جلس. جلس قدامه وقلت ليه ياك لاباس؟ قال لي يا وليدي اش غنقول لك؟ امك وباك راه الاعتقال. قلت ليه علاش؟ قال لي والديك ديجا تسلفوا شي فلوس من البنكه اللي كثيره وما قدروش انهم يرجعوها، وسالت المده وما رجعوا والو. الدار والطوموبيله ما قدرناش نحجزوا عليهم حيت محطوطين في سميتك انت، وغدا يمكن تدوز المحكمه ديالهم. قلت لي شحال تسلفوا؟ قال لي 75 مليون بحجه تمويل شي مشروع داروه، ولكن للاسف ما نجحش وخسروا كل شيء. قلت لي واش نقدر نشوف الواليد؟ قال لي تقدر اولدي. واحد الدقيقه دوا مع واحد البوليسي تما. من بعد مشى داك البوليسي جاب الوالدة يمكن من لاكاب ديال ديك الكوميساريه وطلعوا حتى لعندنا، دخلوه للبيرو داير ليه المينوط. شفت داك المنظر ما حملتش راسي، وكان حاضر راسو كيتاسف. انا كيدخل عندي قلت لي غنبيع الطوموبيله والدار ونخرجكم. قال لي ما تبيع والو. قلت لي لا غنبيعهم باش تخرجوا. قال لي الا بعتي شي حاجه انا ساخط عليك. وشاف الكوميسير قال لي هبطني دابا. ما عرفتش اش الوالد كيتعامل بحال هكا. هبطوه البوليس وطلعوا لي الوالده نشوفها. كانت مشدوده في قنت اخر اللي فيه العيالات. حتى الوالده كانت ضد اني نبيع اي حاجه بحال الا كانوا متفقين، وقالت لي الا بعتي شي حاجه غنسخط عليك. وهبطت بنفس الطريقه حرت وما عرفت من ندير. كنت كنعرف انا شي دراري كيقراو معايا لاباس عليهم، بمعنى اخر مكحلينا فلوس غير مزاحمين في داك الباك وصافي. ولكن هنا غيبانو رجال من رجال. ملي خرجت من الكوميسارية وبديت نسول في الدراري كلشي قلب عليا وجهه، الا واحد البنت قالت لي راه واقيلا نقدر نعاونك ولكن بداكشي اللي عندي. ملي نسولتها قالت لي عندي 10 ديال المليون حطها لي بابا في البنكه باش نسافر بها. قلت لها خليها لك، هذيك مخليها لك باباك. شكرا بزاف، انت الوحيده اللي وقفتي معايا. شديت شي فلوس من عند جده ومشيت وكلت محامي، وقال لي اقصى مده ممكن يدوزوها هي عام. في حالتي الا دورت شويه ديال الفلوس درت معاه يغيز لي الدواسه ويدوزو عام فقط. طلب مني 5 ديال المليون فيها المحامي وفيها دوك الناس اللي غياخذوا معاه. هادشي كله درتو في نهار واحد. وعاود صونيت على ديك البنت مسكينه، تراجعت في كلامي، حشمت منها ولكن شديت من عندها دوك الفلوس. ديت المحامي داكشي ديالو، تدخل ولا شوف شنو دار بالتليفونات ديالو. الغد اللي كانت الجلسه وداكشي بالضبط اللي كان تحكم عليهم بعام. الوالد الكلمه اللي قال لي هي تهلا في اختك. اما الوالده قالت لي كون راجل وما تفرطش في اختك. جاتني هضرتهم بحال بغاو يوصلوا لي شي ميساج غير مباشر، ولكن ما ديت ما جبت. رجعت للدار وعاودت لجده كلشي حيت ما كان فراسها والو، وما قلتش ليها في الاول اما تعطيني هي الفلوس وخا ما عندهاش، ما كنتش باغي نكرفصها. قلت لها غتحكموا بعام، عام واحد دغيا يدوز ان شاء الله. تقبلت جده غير بزز. اما اختي وخا صغيره عاودت ليها، ويكذب عليكم الكذاب يقول لكم الدراري الصغار ما كيفهموش. بالعكس كيفهموا كيحلوا الهضره احسن من شي واحد اللي كبير. دوزنا ديك الليله غير بكا ونواح، والغد ليديت اختي للمدرسه ومشيت انا لمدرستي.
قلبت على بنادم كامل اللي كان تما كيقول بلي صاحبي، الا البنت مريم اللي وقفت معايا. كان ما بقى والو يسالي العام، يعني باقي الشهر بالحساب على الوطني، وهاد المشاكل هرسوني بزاف. مريم كانت ديما كتقول لي انا راجع معاك وانا كنصدر فيها. حتى لواحد النهار مجبد في البيت حتى كتدخل عليا مريم واختي جايه من موراها. قلت لها كيفاش دخلتي؟ قالت لي اختك اللي حلت لي الباب. وزربت عليها قلت لها شنو بغيتي جايه لهنا؟ قالت لي هكا كتستقبل الضيوف ديالك؟ قلت لها غير باقي دايخ. قالت لي وحتى لي انت غتبقى بحال هكا؟ بقى 20 يوم للوطني راه دغيا غيدوزو، ما تبقاش داير بالك مع والديك، دابا يخرجوا زيدون راك كتزورهم. قلت لها واخا كنزورهم راه ماشي عادي هادشي، حسيت بهم بحال مخبين عليا شي حاجه. قالت لي انت دابا ركز على الامتحان ديالك، حتى دوزو ديك الساعه غتكون مسالي ليهم مزيان ونعاونك حتى انا الا كاين فاش. نوضاتني غسلت وجهي وجلسنا كنحافظوا انا وياها، دوزنا دوك الايام غير حفاظه حتى وصلنا للوطني. كنت كنصرف 5 المليون اللي بقات ليا من الفلوس اللي عطاتني مريم مسكينه، وكانت كافياني، وحتى جده ما مخليناش بلاش. جا الوطني ودوزناه، وخا تعكلت في الماط شويه ماشي مشكل، نعوضو في الفرنسيه والعلوم. النهار اللي شفت النقطه لقينا راسنا ناجحين بجوجنا، انا ب 1367 ومريم جابت 1678. النهار بالضبط اللي شديت فيه الباك كنت خارج انا ومريم كندورو حتى جاتني واحد لابيل، ما عرفتش النمره، جاوبت سمعت واحد الصوت قال لي واش محمد؟ محمد هذا ولد عمر؟ قلت لي اه شكون معايا؟ قال لي جي دابا للسبيطار، الوالد ديالك راه كاين تما اللي بغيتي تشوفو. ما سولتش حتى شكون ولا شنو واقع، من غير لادريس ديال السبيطار ومشيت طاير. خليت مريم تابعاني و انا وقفت كنتسنى في شي طاكسي، وسبحان الله ملي كتحتاج الطاكسيات والله حتى كينقارضو، ولكن ملي ما كتبغيهمش كيوليو هما اللي كاينين وكيبداو يسولوك كاع واش بغيتي تمشي لشي بلاصه. وانا واقف شدات مريم طاكسي وجات هزاتني، مشينا ديريكت للسبيطار. هبطت ودخلت كنجري، سولت على البلوك اللي فيه الوالد ديالي بالسميه وراه ليا، ما خلونيش ندخل دوك لي غارديان والبوليس اللي كانوا تما حاضيين، اما انا اتصلت بالمحامي. المحامي دوز شي مكالمات وخلوني ندخل. دخلت ولقيت الوالد مكرفس بزاف، كله مضروب وكله مغطي بدوك التيوات. جلست حداه وشاف فيا كان فايق، قال لي اسمح لي يا ولدي اسمح لي، وبداو الدموع كيهبطوا ليه من عينيه. قلت لي الوالد عاود لي شنو كاين؟ راه انت والوالده في السنوات الاخيره ما كنتوش عاديين، حتى منين كنخرجوا كتبقاو حاضين بحال خايفين من شي حد ولا شي حاجه. قال لي شوف يا ولدي، سول على الحسن بن عابد. قلت لي شكون هو هذا؟ بدا هنا كيكحب الوالد، بداو دوك الاجهزه كيخدموا، انا ما مبقاش بالوالو، دخلوا شي فرام ليا واحد الطبيب. كنت حاجه اللي عارفه هو داك الخط الخضر ما بقاش كيزيكزاكي ولا غادي نيشان، عرفتو مات. واحد الصوت كيطنطن ليا في ودنيا، بداو كيحاولوا يعتقوه، اما انا خرجوني البوليس. في الاخر خرج لعندي الطبيب وقال لي عظم الله اجرك ولدي، البركه في راسك، ومشى. بقيت كنغوت وكنبكي، ومريم كتواسي فيا، وحتى دوك البالسيه ولي غارديان قطعت ليهم في القلب، الناس كيصبروا فيا. مازال مصدوم من هادشي اللي واقع. جا المحامي تما وقف معايا، بدا كيكالميني، كنحاول نتقبل هادشي اللي واقع. جات ابيل المحامي ودوا مع شي واحد، من بعد قطع لابيل وبقى كيشوف فيا. اللون ديال المحامي تخطف، ما عرفتش مالو، الدموع في عينيا وانا كنسول فيه شنو واقع، ما بغاش يقول ليا. بديت كنغوت تما، قلت لي قول لي شنو واقع، انا ماشي دري صغير. شاف فيا مزيان وقال لي الوالده ديالك لقاوها مقتوله في الحمام ديال الحبس. سمعت هاد الكلمه حسيت بالصهد في الجسد ديالي كامل، وطحت على ركبيا، فقدت الوعي في بلاصي. فاش فقت لقيت راسي باقي في السبيطار، كنت بوحدي وبديت كنحيد دوك الخيوط اللي دايرين بيا. شدتني شويه الدوخه ولكن نط. تميت خارج ومع الحله ديال الشومبر لقيت مريم يلا داخله، بغات ترجعني. قلت لها احسن حاجه ديرها هي تخرجيني من هنا. خرجتني غير بزز، ومنين توقدت وصحيت ولات في دماغي حاجه واحده، نعرف شنو وقع وشكون دار فيهم ديك الحاله. مشيت للدار، جلست سيمانه في الدار. جده هي اللي قامت بكل شيء، حتى بالعزو والمسائل كامله الاداريه. ما كان سهل على هادشي،
وهذه تكرفصات بزاف بالبكا وصحتها قليله. البوليس ما عرفوش شكون مولف عليها كاع، اختي حتى هي عرفت لي كاين. انا اللي قلت للجدة تقول لي هذاك الشيء، ولكن ماشي نيشان، داتها عند الطبيب نفسي هو اللي قالها لها ودخل لها الفكره ديال الموت لراسها وتقبلت لي كاين. وخا في الاول بكات وغوتات ولكن تكالمات من بعد. مرة كتفكر مسكينه وكتجلس بوحدها كتبكي في الطواليط، كنسمع البكا ديالها وهي ساده عليها، كنحاول نخليها تبكي. غادي تولف مع الوقت. داك النهار بالضبط من بعد سيمانه ديال الموت ديالهم، مشيت قدام البحر جلست بوحدي كنفكر كيفاش غنديرو منين غنبدا. تفكرت الهضره اللي دارت بيني وبين الوالد اخر مره، قال لي ندوي مع شي واحد سميتو الحسن بن عابد. هاد الحسن بن عابد واحد السيد كان جا عند الوالد للدار مره وحده، هي فاش شفتو انا وعقلت على سميتو. نطت في حالي مشيت للدار، هزيت واحد الشكاره درت فيها شي حوايج، هزيت شي فلوس وقلت للجده غادي نسافر، بغيت نبدل الجو. جده قالت لي مزيان سير اوليدي نيت. صونيت على مريم وقلت لها واش ممكن تديني لمراكش، حيت با عطاها الطوموبيله ديالو. قالت لي واخا. انت؟ قلت لها دابا. قالت لي تسنى انا شويه نكون عندك. جات فعلا مريم لعندي، ما كانتش كتقول لي لا على شي حاجه، ركبت معاها وشدينا الطريق. غادي نغي كنفكروا ساعي. سولتني علاش غادي لمراكش وقلت ليها البلان كامل. سولتني واش غنكري تما، قلت لها اه. قالت لي هو بلا ما تكري راه عندي سويرتات ديال واحد البارطمان تما، كانت عندنا من امتى كنمشيو ليها من العطله للعطله. ملي سمعتك في لابيل بغيت نمشي لمراكش هزيتهم معايا. الا بغيتي صافي. قلت لها لا ما جاتش، ما بغيتش نجبد شي مشكل مع باباك. قالت لي غير كون هاني ما تخافش، انا غنقول لبابا بلي غنجلس فيها انا وواحد صاحبتي، ندوش شي شويه ديال الوقت وفي نفس الوقت انت غتكون معايا. شفت فيها وقالت لي بلا ما دير فيها دوك الشوفات صافي قبل. وانا نقولها صافي شكرا بزاف. البنت وقفت معايا بزاف في ظروف اللي قاصحه، تحد من صحابي ما كان معايا، دوك اللي كنت كنقول عليهم صحابي وقلبوا عليا من اول مشكل طحت فيه. وصلنا لمراكش حيت ما كانتش الطريق بعيده، صونات هي لباها وقالتها ليه ودوات حتى مع امها. غادي ديريكت للدار ونقول لها لا دوزيني شال هذا العنوان. هذا عطيتها العنوان وكان غير قريب من تما وسط الاحياء راقيه. قالت لي راه هنا فين كاين هذا العنوان. هبطنا من الطوموبيله وكنقلب على الدار رقم 7، دار الحسن بن عابد، داك اللي جا عندنا مره واحده. منين سولت جدة هي اللي عطتني الرقم ديال الدار والادريس. منين سولتها فين كتعرفيه قالت لي باك اللي خلى لي هذا العنوان وقال لي راه مهم بزاف نخبيه ليه، ما عمرني عرفت علاش. هادشي زاد زنزل ليا في راسي واش الوالد كان مخطط لشي حاجه. دقيت في الدار رقم 7، حلت لي واحد السيده باينه فيها الخدامه. قالت لي ياك لاباس ولدي. قلت لها واش كاين السي الحسن بن عابد؟ قالت لي شكون قول ليه؟ قلت لها قولي لي محمد ولد عمر. سدات الباب ودخلت واحد شويه من بعد حلاته وقالت لي تفضلوا كيتسناكم في الجاردة الله. وصلتنا لعندو غير شافني داك السيد وقف لابس واحد الفوقيه وبين فيه مهلي فراسو بزاف. عنقني وقال لي البركه فراسك ولدي، كي بقيتي شويه؟ قلت لي شويه، انا جيت لعندك على حساب حاجه واحده، الوالد قبل ما يموت وهو كيحتضر قال لي نجي عندك نسولك على القضيه ديالو. حضر راسو داك السيد وتنهد وقال لي انا ولدي خدام في مكتب التحقيقات دي اس تي، والقضيه ديال باك كبيره بزاف، وهادشي اللي غنقول لك ولدي كبير بزاف. جلس وارتاح. جلست وبقيت كنشوف فيه، قال لي كنتمنى تعاوننا باش نسدوا هاد القضيه. قلت لي القضيه ما غتسد حتى غادي يرجع حق والديا. قال لي داكشي اللي بغينا، كاينه واحد الحاجه اللي كانوا والديك مخبينها عليك وما كانش عندهم الحق يقولوها عليك. والديك بجوجهم كانوا خدامين معانا، ماما كانت كعامله سريه معانا، اما باباك كان من افضل المخترقين والهاكر اللي عندنا. هما دخلوا للحبس ماشي على قبل الكريدي ديال البنكة، شي ناس او نقدر نقول واحد العصابه تلعبوا بشي ضواصه حساسين على ماماك، وهي كانت كتنفذ واحد المهمه ديال انها تدخل لواحد المكتب وتجيب شي ضواصه. هما هزوا الدليل اللي عليها اللي ما عرفتش حتى منين جابوه، صورات العمليه ديالها كامله، كانوا حاطين شي كاميرا تما ما عرفش كيفاش دخلوها حتى لتما. الدليل شدوه وصيفطوه للاف بي اي في امريكا وصيفطوه حتى للشرطه الدوليه. جبت لك الاف بي اي حيت هاد الضواصه اللي خدات امك فيهم شي معلومات على شي عملاء ديالهم
ما كان عند مكتب التحقيقات المغربية غير أنهم يصيفطوا ماماك للحبس باش يحافظوا على الاستقرار السياسي بيناتهم. أما باباك نفس البلان داروه ليه، فاش كان كيختارق شي سياسيين أجنبيين من أجل اكتشاف بعض الاختلاسات، اكتشفوه دوك لي هاكرز ديال ديك العصابة. في نص الطريق وهو كيختارق قاطعوه بواحد الهجمة سبيرانية، وباباك هنا ارتكب واحد الخطأ بدون قصد، وكشفوا المكان ديالو وكشفوا حتى تصويرته والمعلومات عليه كاملين بالدليل، وخرجوا داكشي كامل وصيفطوه للاف بي اي. هذه كانت هي الخطه باش يصيفطوهم للحبس ويجيهم سهل يقتلوهم. حنا قدمنا لوالديك لداخل ديال الحبس اقصى الحمايات، ولكن ما قدرناش على دوك الناس مني كانوا والديك في الحبس، والطريقه ديال الموت كانت غريبه بزاف، وحتى الاعضاء ديالنا ما عرفوش ولا لقاو حتى شي دليل على شكون قتلهم ولا كيفاش ماتوا والديك. كنا حنا معولين نضربوا واحد 6 شهور في الحبس وفي الاستئناف نخرجوهم ونضم صدوسي، ولكن للاسف كانوا مستهدفين من عند دوك العصابه وما قدرنا نديرو والو، حنا اللي كنا غالطين. هذيك العصابه عندهم واحد الهاكر اللي كبير بزاف ومتمكن في الدومين وعارف ساسو من راسو، با قبل ما يموت خلى لي واحد الحاجه غادي نعطيها لك دابا. مش السيد تعطل واحد 10 ديال الدقائق ورجع لعندي، كنت مبهوض ومصدوم لأن لا مريم. عطاني واحد الجوا وقال لي هنا كاين واحد السيديه ويوسبي وواحد رساله كاتبها لك باك، تمنى حتى توصل للدار عاد تقراها، من بعد غادي تفهم مزيان وغتعرف باك شنو باغي يقول لك، وغتفهم حتى علاش قلت لك غادي خصك تعاوننا. نتلاقاو من بعد ما تسالي كلشي. قلت لي كيفاش من بعد ما نسالي؟ قال لي حتى تقرا رساله وتفهم. سلم عليا السيد وخرجني حتى لحدا الباب. خرجت من تما خشيت جوا في جيبي وركبت في الطوموبيله مع مريم ومشات نيشان للدار اللي قالت لي البارطما. وصلنا وحلينا الباب ودخلنا. كي جلست واحد شويه قالت لي مريم واش غادي تقراها؟ قلت لها حتى نمشي للدار ديال اكادير حتى بغيت نبدل هنا شويه الجو، من السيمانه الجايه عاد غنبدا كل شيء. خبيت داك الجوا وقلت لها واش فيك ميخورجي دور؟ قالت لي واخا، كنت باغي غير فين ننسى هادشي كامل. خرجنا من الدار كندورو في ساحة جمال فنا، بقينا كندورو تما وكلينا تما حتى طاح الظلام. من بعد جلسنا في واحد القهوة طلبنا شي حاجة نشربوها، سالينا نط خلصت وتمينا غاديين في اتجاه البحر. ويلي لا مراكش فيها البحر، وتوقدوا معايا. تمينا غادي للدار، وحنا كنتمشاو غادي للطوموبيلة في الطريق داز واحد خونا بقى كيشوف مريم. فتناه ودرت كنشوف فيه مكنتو مقابلها. رجعت لعندو قلت لي اش كتشوف؟ قال لي كنشوف مازال ما كمل رفعتو بواحد النص، فكونا غير الناس ديال تما. جراتني مريم وتحركنا، ركبنا في الطوموبيله وتحركنا للدار. وصلت للدار دخلت دوشت، من بعد مشيت تكمشت في واحد الفوطوي نحت عليا واحد المانطا، جلست حدايا مريم وقالت لي علاش ضربتي؟ قلت لها وانا المخدة على راسي كان كيشوف فيك شوفات ما هماش. سكتت واحد شويه وقالت لي واش كتغير عليا؟ حيت المخدة على راسي وجلست وقلت لها شوفي انت بنت زوينه ورجوله وبنت الناس، وانا عرفت بلي كنحس بشي حاجه من جهتك، ولكن هاد العلاقه هادي ما بغيتهاش تطول حيت نقدر نموت ولا توقع لي شي حاجه. في الايامات الجايين عنقاتني وقالت لي انا كنبغيك من امتى وانا معاك في اي حاجه غديرها. بقينا كنضحكوا شويه وتكيت باش الناس، غير كنغمض عينيا كنتفكر والديا والموت ديالهم. بزز عداني الناس، الصباح فقد لقيت الفطور محطوط فوق من الطابله ومريم كتفرج. غسلت وجهي وهي تقول لي ما بغيتش نفيقك حيت بنتي ليا مهلوك وخليتك ترتاح. تبسمت، ومن ذاك النهار دازت سيمانه زوينه بالخف، ما طرا والو بيني وبينها. يوميا كنا كنجلسوا بجوجنا حدا بعضياتنا كنتفرجوا في الافلام. الصراحه كان صعيب عليا نسجم مع اني نكون في علاقه ولا ننسى هادشي اللي واقع، ولكن مريم خلتني اني نفرح شويه. داز ديك السيمانه وشدينا الطريق لاكادير، وصلنا ووصلتني حتى للدار. سلمت عليهم مشات، مشات لدارهم باش تشوفهم. دخلت انا دوشت وتكيت نرتاح شويه. ارتحيت وانا تهزيت داك الجوا حليته، لقيت فيه واحد اليو اس بي اول مره نشوفها. كان مكتوب عليها واحد الكلمه عرفت شنو كتعني، كان مكتوب عليها بيتكوين، وكاينه حتى السيديه مكتوبه عليها السميه ديال الوالد ومسطر عليها، وكاينه رساله. حليت رساله وبديت كنقرا فيها. كان مكتوب فيها هاد اللحظه فاش كتقرا هاد الرساله اولدي
حنا غنكونوا متنا. حنا راضيين عليك انا وماماك، ولكن عندنا لك طلب واحد. هاد الرساله هادي غيكون عطاها لك الحسن بن عابد، وغيكون عاود لك كل شيء، وعرفتي بلي متنا موتة ديال الغضاء وماشي عاديه. حنا بغيناك تكمل داكشي اللي بديناه انا وماماك مع الدوله، وفي نفس الوقت تنتقم الارواح ديالنا. يمكن انا غنكون اول اب يطلب منه ولده انه ينتقم. بغيتك تكمل داكشي اللي بديناه، لا تفتح ديك السيديه، تبع الخطوات وتفرج في كل شيء. انا ولدي خبيت عليك بزاف، وسمح ليا، انا كنت هو افضل مخترق عند الاستخبارات المغربيه، وداكشي كامل اللي عارف انا، زائد داكشي اللي عارفين شي ناس اخرين كانوا معايا، راه كاين في السيديه. غادي تعلم كل شيء، انا عارف بلي عقلك خفيف دغيا، غادي تعلم. ملي تسالي غادي تمشي عند الحسن، وديك الساعه غادي تبداو الخدمه، وتتبع داكشي اللي غايقول لك كامل. غتنوض لبيتي، غتحيد الصوره اللي حدا البيرو ديالي، غتلقى تحت منها واحد الباب ديال الخشب صغير، الساروت ديالو كاين في رجل ديال الكرسي ديالي لتحت ديالها. غتحلى وغتجبد الساروت، حل داك الباب الصغير، جبد البيسي اللي فيه. هذاك البيسي ماشي عادي، بيسي راه ما دايرش في المغرب بتاتا، كيكون غير عند الاستخبارات، في ادوات متقدمه وفيه برامج متقدمه. غتلقى واحد الصعوبه في التعامل مع داك البيسي في الاول، ولكن غادي تفهم ليه مع الوقت. واللي بغيت نقول لك اولدي، اننا ديما كنا كنبغيوك انت واختك، سلم عليها، تهلا فيها، ديرها في عينيك، وكون راجل، هادشي اللي كنعرفو عليك حنايا. حتى جدك تهلا فيها، بالتوفيق اولدي، بسلامه. باباك عمر وماماك نجات. انا كنلقى رساله ودموعي كيفزقوا فيها، يديا كيترعدوا. كلمي راسي ودرت داكشي اللي قال لي با. مشيت للبيرو ديالو، قلبت تحت من الكرسي، جريت ديك الرجل ديالو، ويطيح لي ساروت صغير. هزيت راسي في الطابلو اللي داير الوالد من مور البيرو ديالو، طابلو اللي كان كبير، حيدتو حطيتو، ولقيت الباب ديال العود، حليتو بداك الساروت، تحل بالزربه وبان لي البيسي وسط منه. جبت البيسي حطيتو قدامي، ضرب لي فراسي طن بلاتي في رسالة ديال الوالد، ما ذكرش اليوسبي، كان غير السيدية. شعلت داك البيسي وما فهمتش ليه طبعا. بانت لي واحد البطونة تما في الشاشة، ولكن ما كايناش كلافي، باش نوراك على اوكي. بقيت كنقلب ما لقيت والو، وانا نوراك عليها بيدي، هو يخدم. هذا بيسي تاكتيل، طلعت واحد البطونة من البيسي صغيرة، وركت عليها، يدخلش كلافي في البيسي، تاي تاكتيل، وبانت لي في الوسط علامة ديال البصمة. وفي الشاشة كتبوا لي بالإنجليزية المرجو التأكد من صاحب الحاسوب. حطيت صبعي ودز واحد الخط بحال السكان، سكان عليا صبعي، والكاميرا ديال البيسي شعل فيها الضو، خرج منها واحد الضو داز لي على وجهي كامل، هو شعل البيسي. طلعت فيه التصويرة ديال الوالد، بانوا لي في البيرو ديال البيسي جوج ديال الطواسة فقط هما اللي كاينين، واحد مكتوب عليه بيتكوين، والثاني مكتوب عليه ليرنينغ. دخلت لذاك الاول، لقيت فيه فيديو واحد، حليت داك الفيديو، لقيت الوالد هو اللي مشجلو، جالس كيصور فراسو كيدوي فيه. قال فيها ولدي العزيز، طبعا دابا غتكون عرفتي كل شيء، ديك اليوسبي اللي عندك راه فيها 26 بيتكوين، غادي تبيع 6 باش تعيش بيهم مزيان، وتعاون جدك واختك حتى هي، وخد داكشي اللي خاصك واللي باقي من البيتكوينز، غادي تعرف فين غتستعملو مع الوقت، حيت غتحتاجهم بزاف. هنا قطع الوالد الفيديو، سال الفيديو. قلبت التليفون شحال ساويه البيتكوين الوحده، وتصدمت، لقيت بيتكوين وحده ساويه 28 مليون مغربيه، يعني الا بعد 6 غتكون عندي 168 مليون. ديك الساعه دخلت وصيت بزاف ديال الدراري كاينين في الجروبات، وصيتهم على الا كان شي واحد بغى يشري هادشي في التليفون ديالي. شديت البيسي او تاني، ودخلت للدوسي الثاني. الدوسي الثاني كان فيه 120 فيديو، دخلت الاول واحد فيهم، وعرفت بلي هاد الفيديوهات كاملين مسجلهم الوالد ديالي. قال لي فيها ولدي العزيز، من هنا غتبدا الرحله ديالك في التعلم للاختراق، وضروري من اكمال الفيديوهات كاملين. ما حدك كتعمق في الفيديوهات غادي تعرف كيفاش تشري المعدات اللي خاصينك. سال الفيديو الاول، بديت في الفيديوهات الاخرين، كانوا كاملين ديال الاختراق، كيشرح وكيطبق وكيتطرق لكل شيء، وكيتعمق مزيان، فيديوهات اللي كانوا طوال
ما نطش من بلاصتي وانا كنتفرج. في اخر 21 فيديو، الفيديو 21 كان كيقول فيه الوالد هاد الفيديوهات اللي باقين ما كاين عند حتى شي واحد في العالم، حتى شي واحد ما شارعهم، صاوبو خصيصا ليك، غتلقى فيهم دي كورس اللي تخسروا عليهم بزاف ديال الفلوس، دي كورس اللي مشروحين من عند عضو من منظمه الانونيموس، طبعا غتكون سمعتي بها. انت حاليا كتفهم الانجليزيه يعني غتفهم كل شيء. سال الفيديو وبديت في دوك 20 فيديو الاخرين، كانوا هما اللي متعمقين بزاف، واحد خونا داير ماسكو كيدوي وكيشرح بالتفاصيل. كملت دوك لي كورس كاملين مابقيتش كنعاود فيهم، وارتحيت في الدار، سديت عليا ومابقيتش كنخرج. سيمانه وانا كنعاود دوك الفيديوهات يوميا وانا مطردق عينيا في البيسي، كنعاود نفس الفيديوهات. ودوك 20 الاخرين كنعاودهم ثلاثه ديال المرات في النهار. كمل الماكله مابقيتش كليتها مزيان، حتى الناس نقصت منه. من داكشي اللي شفت في الفيديوهات قدرت نطبق كيفاش حتى ندخل للديب ويب، نشري منه بعض الادوات الغير قانونيه. الخلاصه كان كيكون بالبيتكوين. دابا عاد فهمت الوالد لاش قال لي خسر 6 والاخرين غتعرف فاش تخسرهم. خسرت على كلشي اللي خاصني 3 ديال لي بيتكوين، ومن داك النهار دوزت المده ديال عام، عام واحد اخر وانا غير كنتفرج في دوك الفيديوهات وكنفهم وكنحفظ ونعاود، وكنناس حتى لواحد الوقيته بالليل. فهاد المده كلها كانت مريم يوميا كتجي لعندي فوقيت الغدا، كتوجد لي الغدا وكتعاون اختي اللي بدات هي كتعلم طيب مزيان وكتجلس معايا شويه، وفي الليل الى لقات كيفاش دير كتبات عندي. العلاقه ديالنا تطورات، وصيتها بلي غنغبر في واحد المده، ما كانش يقدر تحبسني كاع، غير كتوصيني على راسي. دبرت على اللي غيشري من عندي لي بيتكوين، بعتهم ب 25 مليون للوحده، عطيت الجده النص ديال الفلوس وخليت عندي النص ديال الفلوس. صراحه انا اختي بالضبط هملتها واحد شويه في الاواخر، جده هي اللي كانت مقابلها. مريم رجعت للمدرسه وحتى اختي، انا لا، قررت اني نجلس حتى نكمل خدمتي، عاد نفكر واش نرجع لقرايتي ولا بلاش، حيت حاليا عندي الفلوس باش نعيش وندير مشاريع ديالي. غدا الخوت كان هو اليوم اللي قلت لمريم بلي غنغبر فيه، حيت غنمشي فيه عند خونا عقلت عليه، الحسن بن عابد في مراكش. خرجت اختي في داك النهار هي وجده باش يدور، تقديت لهم كاع داكشي اللي خاصهم ودوزت معاهم النهار اللي كان زوين بزاف. ورجعنا دويت مع جده وقلت لها انا مسافر وغادي نتعطل بزاف، غنمشي حتى لبرا حيت لقيت واحد الخدمه تما، غير بغي يكون نرجع في حالي. طبعا جده ما دخلش لها هادشي لدماغها، ولكن كنت راجل ما تقدرش تحكم فيها، وعرفتني قد بكلامي. جده هي واختي كي قلت لكم ساكنين في دار وانا في دار، جده كانت لتحت في ديك الدار هي واختي، وعمي ومراته كانوا الفوق. والصراحه عمي ومراته كانوا الله يعمرها دار مهلين في جده وحتى في اختي، يعني تهنيت عليهم وخليت شي فلوس لعمي باش يصرف حتى نجي. جمعت الحوايج ديالي وخرجتهم، ووصلتني مريم، وصلتني حتى شديت المركوب لمراكش بزز باش قنعتها باش ما تخافش عليا وبلي انا غنخدم مع الدوله ماشي مع اي واحد. مشات وانا شديت الطريق لمراكش حتى وصلت، دقيت ونفس الخدامه دخلتني عند الحسن، لقيتو جالس في نفس البلاصه مهلي فراسو بزاف، ناض عنقني وقال لي مرحبا بولدي. قلت لي انا واجد، قال لي تبارك الله عليك ما كذبش باك فاش قال بلي عقلك خفيف. بكرة تعلم هادشي في كتر من جوج ديال السنوات ونص، وكان معاه معلم. اما انت دابا بنتي ليا زايد نغصه، كنتي بوحدك ما عندكش معلم، تبع غير الفيديوهات. جلست مع السيد وتهلا فيا، بت عندهم ديك الليله، والغد لي في الصباح بكري هبطت انا ويا اللاكاب ديال الدار، ركبنا في واحد الطوموبيله اللي الماتريكيل ديالها كله كحل ومكتوب فيه كلمه واحده دي جي اس تي. خرجنا من الكراج ومع الخرجه تلاقينا مع شلا ماطر ديال البوليس، بحال ما عرفتش شكون حنايا دايرين علينا. سولته قال لي ضروري ما يسكورطيونا البوليس ويمشيو معانا، ما تعرف شنو غيوقع في الطريق. جوج ماطر كانوا قدامنا، والجنب اليمين كان فيه واحد واليسار واحد، واللور جوج عاوتاني، ومن مورانا واحد الطرونزيت اللي صغيره كحله وفيها بوله الفوق صفراء. اول ما غنشوف الطرونزيت هادي سولته عليها وقال لي تما كاينه فاقه ديال التدخلات السريعه، الا حاول شي واحد يعترض الطريق ديالنا عندهم الحق يقتلوه بلا رحمه. بقينا غاديين في الطريق حتى وصلنا لواحد البارك اللي كان خاوي وضاير به الشجر بزاف. قلت لي علاش وقفنا هنايا؟
لاحظت أنه دوك البوليس كلهم باركاو ديك القنت، سدوها كاملة. ما فهمتش علاش، بقى ساكت السيد وأنا كنشوف فيه حتى تحل واحد الباب قدامنا في الأرض. طلع منه واحد خونا ركب حدانا في الطوموبيلة وتحركنا عاوتاني بالطوموبيلة، نفس البوليس تابعيننا. نطق السي الحسن وقال لي دابا غنمشيو لأكادير. هاد السيد اللي ركب معانا كان خدام مع باك، هاد السيد كيكون على برا وباك يكون معانا لداخل. هاد السيد هو اللي مكلف كل شيء ديال البيانات اللي كيدوزو، هو اللي كيمحي الاثار اللي كيخلي باك من موراه. شفت في السيد اللي كان داير نضيضرات ديال الشوف، ومن الشوفه الاولى ديالي ليه ما ارتحيتش ليه، وجهو ضعيف بزاف مضافن وبين بلي مسموم من عينيه. عرفتو دوك اللي كتشوف ليهم في عينيهم وكتعرف بلي ذكيين بزاف. بلا ما ينطقو كاع هكا حسيت، كتحس بواحد الخوف منهم واخا هما ناس اللي عاديين. بقينا غاديين في ساعتين وشي حاجه، وصلنا بقات غادي الطوموبيل حتى وصلت قدام واحد القصر، باب ديال القصر. هزيت عينيا وقلت هذا الباب ديال القصر الملكي. بقيت مصدوم، تحل داك الباب ودخلوا الطوموبيلات. دارت الطوموبيل على اليسار ديريكت وبقات غاديه. فتنا القصر اللي الوسط بزاف، ويتبان ليا قدامي بزاف ديال الفيلات. تما دخلوا الطوموبيلات، هبطوا الناس وانا غيتابعهم. لقى واحد خونا واقف قدام واحد الباب ديال الفيلا، البنايات كانوا نقيين بزاف تما. حلينا الباب ودخلنا، انا غيتابعهم. تمشى السي الحسن حتى وصل لواحد السانسور قدامه، حنا واقفين حداه. حل الباب ديالو ودخل، ودخلنا معاه. هذاك السانسور ما كانش فيه بوطونه، كيركبنا حنا هبط، هبط لتحت. هبط واحد المدة لتحت، من بعد وقف وتحل الباب. كنت انا والسي الحسن والسيد الاخر. تمشى الحسن قدامنا وانا تابعه، وانا نتصدم من داك العالم اللي لتحت. قاعة كبيرة عامرة بالحواسيب البيسيات، وروينا والناس جالسين ولابسين قوامجهم والكرافاطات. بقيت غادي وسط منهم مصدوم، حتى وقف الحسن قدام واحد الباب حلو ودخلنا. وسط من داك البيت رجال جالسين، واحد فيهم هو اللي نطق وقال لي مرحبا بك، تفضل اجي حدايا. انا غير كنشوف، يديا من مورايا ومخرج صدري باش نبانت انا زعما راني شخصية. تميت قاص داك السيد، وصلت حداه وقلت لي شكون انت؟ قال لي سؤال زوين، انا هو المدير التنفيذي ديال المخابرات المغربية. جلست حداه، كلهم كانوا واقفين. قلت لي شنو المهام اللي غيخصني ندير؟ قال لهم داك المدير جلسوا وما يجلسوا. ويقول لي داك المدير انا سميتي عزيز، انت عارفين سميتك، وشكون انت؟ قلت ليه مرحبا سي عزيز، شنو خصني ندير؟ قال لي واش تبغي تقول شي حاجه قبل ما نبداو؟ قلت لي عندي جوج ديال الكلمات ونبداو. قلت لي واش عارف السي عزيز واش ما عندك شي خائن هنا؟ وانا نهز عينيا بالزربه لجيت هذاك اللي قال لي السي الحسن بلي كان خدام مع با، شفت فيه داك المسموم سميتو يوسف، بلي تزيع وشرب كاس ديال الماء اللي كان قدامه. قال لي السي عزيز ما تخافش خذ راحتك، ما كاين لا خوانه لا والو. جابوا لي واحد البيسي وعطوني جميع المعلومات على ديك العصابه واحد بواحد. قلت لهم واش ندير داكشي اللي بغيت وداكشي اللي في بالي؟ قال لي اه دير اللي بغيتي. قلت لي ولكن ماشي هنايا. قال لي لا خصك دير هادشي قدام عينينا. سديت البيسي وقلت لهم ما غنقدر ندير والو. قال لي داك عزيز راه ماشي من مصلحتك، تخدم على برا، ما غتكونش تحت الحمايه بحال الا كنتي هنايا. قلت لي غنقضي المهمه على برا، نتوما اللي عليكم هو انكم تقولوا لي شكون بغيتو. قال لي راه ما تقدش عليهم بوحدك، غادي يكون معاك يوسف. قلت لي لا لا كاين اللي غيعاوني. قال لي راه ضروري يكون معاك. قلت لي واخا غنخدم على برا وغيكون معايا يوسف. هزيت المسائل وتميت خارج من بعد ما تواعدت معاهم. تبعني يوسف في الطريق. قال لي فين غنمشيو؟ قلت لي غتبعني. قال لي خصني نعرف. قلت لي بغيتي تعرف وحتى نوصلو راه ما غنقولكش دابا فين غادي. جا السي الحسن طلعنا وقال لنا هاد الطوموبيل هادي خدموا بها بجوجكم. خرجنا من البلاصه اللي كنا فيها وتميت غادي في الطريق. جبت التليفون ديالي وبديت كنقلب على شي فيرما تكون الكرا. لقيت جوج محطوطين، هزيت النوامر ديال مواليهم، سولت على المواقع ديالهم ودرت مع واحد فيهم. عرفت مزيان فين كاينه ديك الفيرما حيت غير في النواحي ديال مدينتي، جات حدا واحد الدوار يعني مزيانه ليا. شديت الطريق ليها،
مازال مفهمتوش هادشي كامل اللي كندير ياك؟ دابا تفهموه. ما قلتش لهذاك فين غادي بالضبط حيت باين في عينيه الخضر. هو عارف غير باللي راها فيرما ولكن البلاصه ما عارفهاش. السيد سايق وانا جالس حداه وضربت عليه كيجبد التليفون مره مره. عرفت باللي يقدر يكون كيصيفط شي ميساج لشي واحد كيقول لي احنا فين غاديين. داكشي علاش في نص الطريق؟ قلت لي دور 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 من هنا. قال لي علاش؟ قلت لي دور. قلت لك انا غنعت لك ولا حطني هنا، ما بقيتش باغي نقضي حتى حاجه. قال لي راه عندك مسؤوليه كبيره، خلينا نكملوا. قلت لي دور. قلت لك. قال لي فين غنمشيو؟ قلت لي انا غنعت لك. دورته وقصدت به الدار ديال جده. جده ما كايناش هي اختي، مسافرين للعروبيه. بلاصينا تما وبان لي اخونا بحال تزير شويه. قلت لي دخل مرحبا بك. دخل هو قدامي ودخلت انا من موراه. سديت الباب وقلت ليه عاود لي شويه على راسك السي يوسف. قال لي انا يوسف مخترق محترف، كنت خدام مع باك في الفريق ديالو. شاءت الاقدار ومات باك بسبب واحد الخطا. قلت لي واش كتظن هذا الخطا هو اللي دارو ولا الخطا كان مفتعل؟ تزير السيد من شكله وبدا كيتمتم عليها وقال لي الخطا هو اللي ارتكبه حيت تلفوه الاخبار اللي كانوا كيوصلوا ليه ديك الساعه. قلت لي واخا عاود لي على هاد العصابه شنو سميتها وفي المقر ديالهم؟ قال لي كل شيء عندك في الدوسي. قلت لي لا، بغيتك انت تعاود ليا. وقف وقال لي علاش التساؤلات كثار؟ واش شاك فيا؟ تبسمت وقلت ليه ومالك انت معصب؟ قال لي ما معصب ما والو. قلت لي ارتاح مع راسك. دار دارك، حط بسطام والتليفون فوق من الطابله ودخل الدوش باش يغسل حالته. حليت شكارتي، هزيت البيسي ديالي وهزيت التليفون ديالو. كندير لي الكود وقدرت اني نحلوه بصعوبه بزاف كاع، ولكن قدرت له واحد الملف من البيسي عندي الهاتف ديالو. هذاك الملف كان فيه واحد البرنامج اللي سميتو فيتور. هذا البرنامج هذا كيخليك تتحكم في الجهاز بحال ديالك واخا يكون بعيد عليك، ولكن ما تقدرش تخسر الجهاز نهائيا. قدرت نتحكم في الجهاز ديالو في مده 15 دقيقه اللي دخل هو يدوش فيها. ومسحت الاثار ديالي ورجعت داكشي كيف ما كان. الطريق اللي تبعت معاه مستحيل شي واحد يعرفها، واخا هو هاكر ولكن تعمقت كتر منه بزاف. علاش قلت لكم بحال هكا؟ حيت هادشي اللي درت انا ماشي صعيب، بسيط بزاف، طريقه باينه ومفروشه. انا درتها حيت هو ما غيشكش بلي هاد الطريقه ممكن يديرها شي واحد معاه، حيت راه باينه. الملف مخبي في الداخل ديال واحد الصوره ديالو، يقدر يقلب ولا يسكاني يجبد دغيا داك الملف، ولكن هو ما غيشكش بلي هاد الطريقه التافهه البسيطه غيستعملها شي واحد معاه. ديك التصويره فين كاين الملف درت لها التشفير مزيان في واحد الملف، والملف اللي كانت فيه رديته مضغوط وعاود تاني شفرته في داخل واحد الملف اخر. وباش هو غيفك التشفير ديال هادشي كامل غيخصو واحد البرنامج. داك البرنامج عندي هو اللي غيقدر يجبد المشكل، ولكن صعيب انه يفكو. وانا متاكد انه ما غاديش يجبد المشكل كاع حيت ما غيشكش. هاد البرنامج هذا اللي استعملت انا اللي برمجته باحد لغات البرمجه. رديت داكشي كيف ما كان ومشيت كنقاد شي حاجه ناكلها. وانا في الكوزينه سمعتو خرج من الدوش، مشيت جلست حداه كناكل. وقلت لي زيد تاكل، بدا كياكل معايا. وانا قدامي داك الملف ديال العصابه والمعلومات اللي عاطيني عليها. داك الهاكر اللي معاهم ما قدروش يعرفوا ولا يعرفوا عليه حتى شي حاجه، حيت قال لك متمكن من غير واحد الصوره كانت شداتو فيها واحد الكاميرا، ولكن كان مضرق وجهه مزيان. مع الوقت لقاو عليه واحد الفيديو ولكن مغطي كمارتو بواحد الماسك. في ذاك الفيديو كيبان بلي هو كيخدم باليد اليسريه ديالو بزاف، قليل فين كيستعمل اليمنيه. كان غليظ واحد شويه وطويل. انا قررت الغد لي باش نبدا الخدمه ديالي. نعس ديك الليله في الصباح فقت البيسي ديالي محرك من بلاصتو. هزيت البيسي ديالي شعلته، دخلت لواحد البرنامج فيتقادو الوالد وراني كيفاش نستعملو في دوك الفيديوهات اللي تعلمت منهم. دخلت لذاك البرنامج اللي كيعطيني اي حاجه دازت في الحاسوب في 24 ساعه الاخيره. هذا برنامج بسيط يقدر اي واحد يدخلو. عرفت بلي الحاسوب ديالي تهز ولكن ما قدرت شي واحد يحلو. وعرفت بلي الحاسوب ديالي تعرض لواحد المحاوله ديال الاختراق وما قدروش. السيد لقيتو خرج من الدار. سديت الباب وخرجت انا، مشيت لديك المزرعه اللي قلت لكم. تلاقيت مع مولاها من بعد ما عيطت ليه، خلصتو وكريتها من عنده. قلت لي فاش نبغي نخرج غنعيط لك، الا زدت شي نهار غنخلصك فيه في الاخر. بدلت النمره ديالي حتى هي وديك اللي كانت عندي هرسها. اما البيسي ديالي خليته عند واحد مول الحانوت صغير كيكون في الطريق.
دورت معاه وخليت البيسي عنده. رجعت للدار وسمرت على خونا، بانت لي الطوموبيل حدا الدار. دخلت سالمت معاه وريحت، قال لي امتى غنبداو؟ قلت لي اليوم في الليل. ويقول لي انا غندخل نتكى شويه. دخل البيت باش يتكى، هزيت الكونتاك ديال الطوموبيله. انا كنسوق مزيان ولكن البيرمي الله يجيب. طلبت الله ما يشدوني لا بوليس لا والو في الطريق. خرجت ركبت في الطوموبيله وكسيريت غادي وحاضي من البوليس. طرقت مول الحانوت اللي خليت عنده البيسي خديته من عنده ومشيت بلاصه الطوموبيله وفيها البيسي حدا واحد الواد. حيدت الحوايج اللي كنت لابس وحطيتهم في الطوموبيله لداخل. جرحت يدي بواحد المي الصغير ودرت الدم في الارض ودرت الدم حتى في الطوموبيله. صبرت لديك الجرحه، دفعت الطوموبيله بشويه حتى لحتها في الواد اللي كان حامل وعامر بالماء. هكا غادي يحسب اليوم باللي راني طحت في الواد وداني لشي قنت، خصوصا انه الواد كيدوز لجهه البحر والدم ديالي غياكد اليوم انني انا من يديرو شي تحليله ديال الادين. هكا غنقدر نظم الافكار ديالي وما بقاوش تابعيني كاع وناخذ وقتي في المراقبه ديالهم. تحركت انا من تما ومشيت عاود ثاني للمزرعه. الغد اللي قلبت في التليفون ديالي لقيت باللي مكتوب في شي صحف الكترونيه اني مت هذاك النهار نيت ومت في الواد. دابا رسمت الخطه اللي غندير في راسي وقررت اني نتبع الاعضاء كاملين ونصفيها اليوم واحد بواحد ومنين سالي نخوي البلاد. الا بقيت مخلط مع المخابرات ما نقدر ندير والو. الملفات كلهم كندير منهم نسخه والاصليين خليتهم في الطوموبيله تلاحوا معاها. في الملف مذكور المقر ديال اليد اليمنى ديال رئيس ديك العصابه، ولكن مذكور بلي ما قدروش يشدوه كاع ما عاطينش السبب. خرجت شديت بيسي جديد، دخلت لي كاع داكشي اللي خاص ورجعت في حالي. كنخرج لابس قبيه ومغطي راسي كاع رد البال. كندخل للمدينه غير نتقدى شنو خاصني وكنرجع. جبت اليو اس بي مخبي فيها الملف ديك النسخه ديالو، دخلته في البيسي. بديت كنقلب على النمرة ديال اليد اليمنى ديال رئيس ديك العصابة. كان شخصية معروفة في البلاد، وعرف دابا السبب علاش ما كانش يمكن ليهم يقيسوه، حيت كانت عنده بحال شي حصانة. قلبت على الرقم ديالو بزاف، لقيت بزاف ديال الأرقام ولكن ما كانوش خدامين. بقيت حتى لقيت واحد الصحيفة حاطة الرقم ديالو، اتصلت به وجاوبني في البلاصة. طبقت مع الهندسة الإجتماعية، لعبت لي بدماغه شوية. وبديت كنحاول نجبد منه المعلومات اللي غنحتاج باش نقدر نختارق ليه التليفون ديالو. السيد عنده شركه كبيره ديال الحوايج، كتصنع الحوايج، وفي الاتصال درت راسي كليان باغي ياخذ واحد الدفعه كبيره ديال الحوايج. قلت لي صيفط لي الكتالوج في شي بي دي اف. بغيتو غير يتواصل معايا الكترونيا وفريمون قدرت ننجح. صيفط لي داك الكتالوج، ومن داك الكتالوج رديت عليه وجاوبته بواحد الكتالوج اخر. كتالوج على نوعية الحوايج اللي بغيت انا. وسط من داك الكتالوج كاين واحد الفيروس محطوط خصيصا على قبله. السيد ما عندوش خبره في الاختراق كاع. كي دخل الكتالوج اللي عطيتو تفتحت لي واحد التغره صغيره في الجهاز ديالو، واستغليتها باش نخترق الجهاز. المشكل اني اخترقت التليفون وانا باغي نخترق حتى الحواسيب ديالو. درت معاه رونديفو وتفاهمت معاه الثمن اللي غادي نخلص ليه، والثمن كان مليار و300 مليون. شي اللي خلى السيد بالزربه يعرض عليا لدارو باش نجي ندير معاه مقابله ونتفاهموا على البلانات اللي بغينا. انا ما غاديش عنده فريمون، انا مشيت جنب الدار ديالو باش نحاول اني نخترق ليه الحواسيب ديالو. كنا مزقين العشرة ديال الليل. بديت كنحاول نتصل بالشبكه ديال الواي فاي ديالو، وقدرت نعرف انها متصله مع بزاف ديال الاجهزه في الدار ديالو. بديت كنحاول نخترقهم، والطريقه كانت بسيطه. واحد النوع ديال ليران سوموير جديد كيتسمى كاكتوس، كيدخل وكيشفر راسو، والمزايا ديالو انه كيتخبى مزيان على البرامج ديال مكافحه الفيروسات ما يقدروش يلقاوه. 15 دقيقه كانت كافيه الكاكتوس انه يقدر يخترق لي الاجهزه ديالو. ساليت الاختراق ديالهم وتميت راجع في حالي للدار. لقيت المركب غير بزز حتى وصلني لذاك الخلا، ومشيت حليت الفيرما ودخلت داير القب على راسي. حتى من الحياه اللي كانت نايضه ليا حيدتها باش ما تعرف عن حتى شي واحد. بديت مراقب الاجهزه ديال خونا اللي اخترقت والاتصالات اللي كيدير، وتما تصدمت منين لاحظت في واحد التصوير ديال واحد الكاميرا ديالو في الدار داك يوسف اللي كان معايا جالس هو وياه في الدار وكيدويو عادي. هادشي خلاني نعرف بلي يوسف ما كيتعاملش بالتليفون ديالو اللي اخترقت ليه.
بقيت شهر وانا مراقبهم على بال الناس باللي راني مت. كنت خايف على عائلتي ولكن ما عندي ما ندير، ودابا راني تقهرت اني نبدا داكشي اللي معول عليه. من الاجهزه ديال النائب الرئيس ديال ديك العصابه قدرت نهزل النمره ديال الرئيس ديالهم. دخلت التطبيق اللي كيغلط الصوت وراه موجود وصونيت عليه. دوزت لابيل وقدامي البيسي برنامج نيكاتون كيخليك تتصل عبر الاقمار الاصطناعيه كيتشرب الفلوس. بديت انا الاول كندوي مع السيد منين جاوبني. قلت لي واش ضميرك مرتاح؟ قال لي شكون معايا؟ قلت لي معاك مالك الموت اللي قريب غادي يزورك. بدا كيسب فيا وقال لي راك ما عارفش مع من كدوي. قلت لي مع من كندوي؟ واحد ميت لي الضمير، قتال، حيوان كاع الصفات فيك خايبين. بدا كيسب فيا وقطعت عليه. من بعد مسحت المكالمات اللي دازو بيني وبينه. خرجت من الدار هز معايا داكشي ديالي، شديت المركوب لكازا. دوزت في كازا يومين، من بعد عاود تصونيت عليه. هاد المرة قلت لي كاع الجرائم اللي كان كيدير، جرائم اللي هزيتهم من الأجهزة ديال النائب ديال الرئيس. كل مرة كنقول ليه دوسي ولا جريمة وكنقطع حتى تنكره مزيان. وأنا ندوز ليوسف درت لي نفس البلان، صونيت لي بواحد الصوت مبدل وتعمدت أني نخلي ليه فرصة باش يعرفني. صيفط لي واحد الدوسي وإلا كان ذكي غادي يقدر يعرف واحد الشيفرة فيه. حل داك الدوسي ولقى فيه تصويرة. عاود صونيت عليه وقلت ليه إلا قدرتي تجبد الشيفرة اللي فيه غتعرفني مزيان. وقطعت معاه. يوسف قدر يفتح الشيفرة وقدر يعرفني. واحد الكلمة وصلت من ديك الشيفرة كنت مضببة ما كتبانش. منين قرب لي الكلمة لقى مكتوبة الليلة غادي تموت. كنت حارك بزاف باش حتى حد ما يقدر يطيح عليا. رجعت شديت مركوب الأكادير، خدمت الجي بي اس ديال الجهاز ديال يوسف، قدرت نعرف فين كاين. كاري واحد السفلي ديال شي دار. تحركت لتما، وقفت حدا ديك الدار كنراقب فيها. الدار مسدودة وطافين فيها الضواو. قربت للشارجم وانا نصوني على يوسف، ويتسمع لي الصوت ديال الصوني ديال تليفونه. جاوبني وانا نقطع. خويت داك لقنتو مشيت شريت واحد الجنوية ورجعت. دقيت عليه في الباب، دقيت عليه في الباب وبعدت. بان لي الباب تحل، ما لقيت حتى شي واحد وعاود دخل. بغيت نزرع فيه شوية ديال الخوف. سمرت ديك الليلة كاملة تما. كان كاري داك السفلي وفوق منه كارين شي ناس. الصباح بكري وقيت المدرسة تحل الباب لتحتاني باش يخرجوا الدراري يمشيو للمدرسة. غير تفوتو دفعت الباب ودخلت. الباب ديال العود كان قدامي. فين كاين يوسف؟ دقيت عليه بشوية وكنت كنتمنى يحل الباب. حل الباب فعلا وكي شافني تصدم، وبلا ما ندوي ضربته بديك الجنويه جيت كرشو. طاح في الارض كيتركل. حيدت الجنويه باش ما نخليش السلاح ديال الجريمه. لويته في واحد الزيف وخبيته تحت مني. سديت عليه الباب وخرجت. باقي لي دابا الرئيس وثلاثه ديال العناصر وحدين اخرين. قررت ان ندير واحد الخطوه اللي فكرت فيها بزاف وترددت باش نديرها في الاول. دخلت للدارك ويب وتواصلت مع قاتل ماجور محترف. درت معاه يجي لعندي هنا للمغرب حيت هو كان في امريكا، وصيفط ليه النص ديال المبلغ. هاد القاتل هذا شفت النقاط ديالو طالعين، يعني الناس كتشكرو كيدير خدمته في القتل. بعد 3 ايام هبط للمغرب، ما تلاقيتش معاه. عرفت شو البلاصه ديال كل واحد فيهم والسميه والصوره ديالهم. وصيته على رئيس ديالهم ما يقتلوش، وقلت لي رد البال هادو ناس خطيرين. داز يومين وانتشر الخبر ان واحد السياسي وجوج ديال البرلمانيين ماتوا محروقين في واحد الغابه، يعني باقي غير رئيس ديالهم الخوت. رئيس كنظن الرساله وصلاتو وكنظن انه غيكون مخلوع دابا. القتل خد الدفعه ديال الفلوس ديالو الثانيه. عرفت بلي دابا غيحاول يقلب عليا داك الرئيس، ودابا عاد غندير داكشي اللي ترددت اني نديرو. قررت اني ما نقتلوش، في المقابل غيدوز عمرو كامل في الحبس. هو عنده 66 سنه يعني غيموت في الحبس. مشيت كريت واحد الدار في مدينة طنجة، كنت حرك بزاف. كريت الدار بالضبط حيت التليفونات اللي كنت مراقب قالوا لي بلي رئيس عنده واحد الصفقة مع واحد خونا. عرفت البلاصة اللي غيكونوا فيها وسبقتهم بأيام. ركبت كاميرات صغار في المنطقة وسط من واحد الشجرة اللي مقابلة مع واحد البيت في أوتيل فاش غتتم الصفقة. ودخلت شديت داك البيت يومين وركبت فيه حتى هو الكاميرات قبل ما يجي هما. الكاميرا كانت صغيرة قد العدسة،
خبيتها مزيان، شاد البيت كامل. دازت يومين وتلاقاو خوتنا، حفظت انا داك التسجيل كامل وخرجت شوف 5 ديال السيديات. شديت السيديه ودرت معها واحد اليو اس بي، جمعت فيها كاع الجرائم ديال خونا والاتصالات اللي كان كيدير، وحتى الصفقه الفيديو كامل ديالها. درت كلشي في جوا وصيفطو ليه حتى الباب دارو، ودرت نمرتي مكتوبه معاه. ما كامله الساعتين خونا اتصل بيا قال لي علاش كدير هكا، قلت له واش عرفتيني، قال لي لا، قلت له غير تفكر. بقى ساكت ويقول لي راه ما تقدر دير والو، واخا تعطي هادشي للبوليس ما غاديش يشدوني. قلت لي الا ما سلكش هادشي مع البوليس غادي يسلك مع المافيات اللي ضدك، مني غايشوفوك بديتي كطيح وغنعطيهم الدلائل عليك والاتصالات عليك، وهما غيبداو يحاربوك بداكشي ديالهم. قال لي اش بغيتي من الاخر؟ قلت لي بغيتك تمشي تسلم راسك، تتعرف كلشي اللي درتي. قال لي واقيلا كتحلم، ويقطع عليا. حلفت من دوز عليه. شيرت بدوك السيديات والتسجيلات كاملين لاي مقر ديال البوليس، حتى الشرطه الدوليه، حتى الاف بي اي، حتى من المافيات اللي ضد خونا صيفط ليهم الهضره ديال خونا والاتصالات ديالو مع اشخاص اخرين من مافيات على برا، والمحاوله ديالو انه يحتكر السوق. من غد لي بالضبط عرفت باللي هذاك السي عبد الحق اللي هو الزعيم ديالهم شد في الحبس، مشى للحبس برجليه حيت عرف باللي المافيات بغاو يقتلوه، وكنت متاكد انه دوك المافيات ما غيزقلوش حتى في وسط من الحبس. في وسط من هاد الاتصالات هادو عرفت شكون هو داك الهاكر اللي كان خطير، وعرف شنو كيدير. كان هو يوسف اللي مات بالموس، كان هو الغدار اللي كان وسط منا، كان عارف الخطوات ديال الاستخبارات، داكشي علاش ما كانوش قادرين يطيحوا عليه حيت كان واحد منهم. الرئيس ديال العصابه مات مشنوق وسط من الحبس، انا عرفت بلي قتلوا العصابات. اما انا البي سي كامل حركته، من بعد قررت اني نخرج خارج البلاد، صرفت لي بيتكوين كاملين اللي باقين عندي، وبديت كنحاول ندير اي طريقه باش نخرج. ما كان صعيب عليا حيت كنت غنخلص تريبل ديال الفلوس اللي كيخلصوا الناس، وقدرت نقطع. خرجت من البلاد، قديت هويه جديده، طبعا استعملت الفلوس واسم جديد، ولات سميتي ايفان. تانستاليت في كندا وشريت كاع داكشي اللي خاصني. من انجلست وتانستاليت هادشي اخذ مده طويله. صونيت على مريم فجاوبتني، كانت كتبكي مني سمعت صوتي. قلت لها انا كاين في كندا قريب غادي نجي. بقيت داوي معاها شحال، ما عاودتش لها القصه ديال هادشي كامل. دوزت شهرين في كندا، تبدلت فيها شويه وديت داك الجنسيه اللي خديت تما وهبطت للمغرب، وانا خايف لا نتشد في المطار، ولكن فلت. رجعت بالليل لدارنا، دخلت على جدة وختي، صدموا بقاو كيبكيو، سكتهم غير بزز. عاودت لهم بلي دابا راني كاين برا، وقلت لهم من بعد مدة غنهبط باش نديكم معايا. في ديك اليومين ديتهم خطبوا معايا مريم، وطلعت لكندا بديت كنصاوب لهم الأوراق. قدرت نصاوب لهم وريقاتهم كاملين، وقدرت نجيبهم لعندي، وهنا تسالى الدوسي ديال القصة ديالي. بسلامة أصدقائي، القصة سالت، نتمنى تكون في المستوى المطلوب وعجباتكم. بقى بنادم كيقول هاكر هاكر في التعليقات، ها هو هاكر. قصة من كتابة إيفان، تحياتي لك أخويا. ليلة سعيدة، أديوس أميغوس.